اكتشفي أي نوع من النساء أنت بحسب شهر ميلادك. هل كنت تعلمين أن الشهر الذي ولدت فيه يكشف الكثير عن نفسيتك وطباعك؟ إليك صفات وخبايا شخصيتك من شهر ميلادك. الشهر الأول. النساء اللواتي ولدن في الشهر الأول من العام يكن طموحات للغاية، وفي الوقت ذاته يكن محافظات وجديات، وتميل مولودة شهر واحد لأن تكون انتقادية ولا تتحدث عن مشاعرها، ولا تسمح لأي أحد بالاقتراب منها سوى من يشاركونها نفس الأفكار ووجهات النظر. الشهر الثاني. مولودة شهر اثنين تتمتع بالرومانسية، ولكي تستطيع التعامل معها يجب أن تكون صبوراً. إنهن متقلبات المزاج، لذا لا يوجد من يفهمهن. لديهن طريقة محددة في التفكير، وتستطيع التخلي عن الشخص بسهولة إن خانها. الشهر الثالث. مولودة هذا الشهر تتمتع بشخصية وكاريزما قوية. إنها مخلصة ووفية. وقوعها في الحب أمر صعب. هي لطيفة وظريفة جدا ما دمت لم تؤذها. العيش معها ممتع جدا. الشهر الرابع. مولودة شهر أربعة دبلوماسية، وتستطيع الاختلاط بالناس بسهولة وسرعة. إنها حساسة. تتمتع بالغيرة الشديدة التي إذا انفجرت عليك الابتعاد عنها قليلا. فتاة شهر أربعة ستجعلك أسعد رجل في العالم. إنها تعطي كل ما تملك للشخص الذي تثق به. الشهر الخامس. نساء هذا الشهر وفيات، مخلصات، ثابتات على مبادئهن، جذابات. لديهن طباع صعبة. في الحب يصبحن خطيرات، وذلك لأنهن يجعلن من نسيانهن أمرا صعبا. الشهر السادس. فتيات هذا الشهر غامضات، مبدعات واجتماعيات، لكنهن يقولن ما يردن دون تفكير. لديهن قناعة أنه من الأفضل قول الحقيقة في وجه أي شخص بدلا من التحدث عنه دون علمه. إنهن خطيرات في الحب، حيث الرجال يصبحن دما أمامهن. الشهر السابع. إذا كنت من الفتيات المولودات في الشهر السابع فأنت صادقة، غامضة، عبقرية، تتمتعين بالجمال، مسالمة، لا تحبين الصراعات، وتحترمين الجميع، لكنك لا يمكنك تقبل الخيانة إطلاقا. الشهر الثامن. خليط نادر بين القلب العظيم وحب الذات. لا تعبث مع مواليد هذا الشهر، لأنهن سيفزن عاجلا أم آجلا. فتيات شهر ثمانية يتمتعن بحس فكاهي ولا يحببن التعرض للسخرية، ومن يفعل ذلك معهن فهو الخاسر الأكبر. يردن أن يحظين بانتباه الجميع، ولا يعانين من جذب اهتمام الرجال، فالرجال يفقدون عقولهم عند تواجد فتاة شهر ثمانية. الشهر التاسع. إذا كنت من مواليد الشهر التاسع فأنت لطيفة، منضبطة، جميلة. لا تسامحين الأشخاص الذين يخونونك أو يفشون أسرارك. تنتقمين من الذين يتعرضون لك بالأذى. تريدين علاقات جدية وطويلة وليس فقط للتسلية. الرجل الذي سيرتبط بمولودة شهر تسعة سيكون رابحا. الشهر العاشر. مولودات الشهر العاشر لديهن شخصية قوية، عاطفيات، لكنهن لا يبكين أمام أحد. ذكيات، لا يفتحن قلبهن لأي أحد، لأنهن يعتقدن أن الناس سيلحقن بهن الأذى، كما أن النساء تغار منهن. الشهر الحادي عشر. مولودات شهر 11 متقدمات جدا عن الأخريات. يمكنهن كشف الكذب بسهولة. إذا تجرأت على اللهو أو إيذاء هؤلاء النساء فحتما لن تعجبك النهاية. إنهن يجاملن ويلطفن الآخرين ولا يرغبن في أن يجرحن أي أحد. الشهر الثاني عشر. مولودات هذا الشهر غير صبورات، لكنهن محظوظات، لأنهن يخرجن بنجاح لهن من أي موقف يتعرضن له. قلبهن كبير ويجرحن كثيرا، لكن الله إلى جانبهن، لذا يأخذنا ما يستحقن في النهاية.